احنا اليوم متواجدين في المعرض الدولي للرياضة والتجهيزات الرياضية اللي مقام في مدينة الدار البيضاء. تنحضروا ليه بصيفتنا شركة مغربية مقاولة اللي عندها شراكة مع شركة أخرى تركية. الشركة المغربية هي واحد شركة اللي شركة مواطنة تتفتخر بكونها أنها استطعت أنها تقوم بواحد مجموعة الملاعب جهزتها اللي الحمد لله كانت ملاعب اللي في المعايير الدولية. استطعنا أننا نجزو مجموعة من الملاعب سيرسيف دو فيفا وكذلك مجموعة من الملاعب القرب اللي تتكون قريبة من المواطنين ومن مجموعة من الفرق. الحمد لله كان لنا الشرف أن صاحب الجلالة دشن أحد الملاعب اللي نجزتها الشركة ديالنا خلال السنوات الماضية. واليوم احنا موجودين بهذا المعرض منتوج جديد اللي هو البادل تنس اللي بغينا نقربوه باش يولي واحد الرياضة اللي شعبية يولي تقرب من الساكنة وتقرب من على أساس أننا نتمنى أنها تولي أحد ملاعب القرب كذلك كيفما هي ملاعب العشب الاصطناعي اللي تتشتغل. طبيعة الحال العمل ديالنا مع مجموعة من التقنيين واليد العاملة المغربية هي اللي تتقوم بهذه الأعمال ونعتز بكوننا أصبحنا ننافس الشركات الدولية والغربية والأوروبية في هذا المجال. هذا بالنسبة للملاعب ديال العشب الاصطناعي أو لا العشب الاصطناعي هو في الحقيقة يقوم ممكن نديروا به واحد مجموعة ديال الاستعمالات. هو كاين أحيانا التزيين كذلك ممكن يكون مدمار للجري ممكن يكون ليس فقط غير الكرة القدم. احنا كنا من شركة سباقة اللي دخلت واحد نموذج جديد اللي كنا تعرفنا عليه في أوروبا وفي آسيا وهو ملاعب ملتي سبور اللي تيكون بالعشب الاصطناعي وممكن تلعب فيه كرة القدم تلعب فيه الهوند تلعب فيه الباسكت تلعب فيه الفولي. وهذه من يعني من الاستعمالات المتعددة للعشب الاصطناعي. بالنسبة لقضية السلامة احنا بالنسبة لنا دائما هي مرتبطة بالعملية ديال تجهيز الملعب. فلذلك احنا من تنقولوا باننا استطعنا ان كشركة ان تدير الملاعب ديالها في اطار معايير دولية فهي تتراعي هذه الخصوصية منذ على البلاتفورم الأولية اللي تيتحط عليها الملعب إلى نوعية العشب اللي كاين إلى نوعية الحبيبات اللي كاينة داخل العشب إلى نوع طريقة تنزيل وطريقة الإنجاز وتجهيز هذه الملاعب اللي تتراعي أنها تكون في واحد الوضعية ملائمة وفق المعايير الدولية.